لي كثيرا ما نجد بعض الطلاب طوال العام يهملون دروسهم ولا يهتمون بواجباتهم المدرسية، فأغلب أوقاتهم يضيعونها في مواقع التواصل الاجتماعي أو اللعب مع الأصدقاء، حتى إذا ما كان الشهر قبل الأخير وقد قرب الامتحان أو اقترب الامتحان، بدأوا يستشعرون بخطورة الموقف ويتصفحون الكتب. أخد لي بالك، الكلام ده تقريبا في تلميح، بس مش عارفين بقى تلميح.